يقول القرآن الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المودة تختلف عن المحبة، المسلمين يحبوا الحسين بس المحبة شيء والمودة شيء آخر. المودة إظهار المحبة وإبرازها، وإظهار المودة وإظهار المحبة وإبرازها بالحزن، أن تحزن لحزنه وأن تفرح لفرحه. ولذلك ورد في الحديث الشريف: شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. إذن هذا التراث وراءه أهداف منظورة. لأجل ذلك ترى أن الأئمة شديدي الحرص على إحياء ذكرى الحسين عليه السلام، استقطاب الشعراء، استقطاب المعزين، استقطاب البكائين في سبيل إحياء ذكرى عاشوراء. كما ورد عن الإمام الرضا: من ذكر مصابنا وبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة، ومن جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. ويقول الإمام الصادق عليه السلام كما ورد عنه: يا فضيل، أتجلسون وتتحدثون؟ قلت: بلى سيدي. قال: إني أحب تلك المجالس فأحيو فيها أمرنا. ويستقبل الإمام الصادق الشعراء: إسماعيل، سيد إسماعيل الحميري، ذا الرمة، ينشدون أمامه: امرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية: يا أعظما، لا زلت من وطفاء ساكبة روية، وإذا مررت بقبره فأطل به وقف المطية، وابكي المطهر للمطهر والمطهرة النقية كبكاء معولة دنت يوما لواحدها المنية. والإمام الرضا أكثر الأئمة الذين أصروا على إحياء ذكرى عاشوراء، يقول: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا فابكي الحسين، فإنه قتل وذبح كما يذبح الكبش.